الرخص الاستثماريه اللي صادره واضح المبالغ واضح. المبالغ هاي وين تركز الرخص سيد محمد؟ في اي قطاعات؟ في اي مجالات؟ عندنا قطاعين اساسيه، القطاع الاول هو الطاقه، النفط والغاز. زين، هذه بيها استثمارات عاليه جدا، وخصوصا نعم. فيما يتعلق بايقاف الانبعاثات والرخص الاستثماريه الاخرى. في غايه الاهميه. نعم، وهي طبعا جدا اساسيه، ليس فقط على مستوى توفير العمله الصعبه، ولكن على مستوى حمايه المواطن من التلوث اللي دا يصير. القطاع الثاني؟ القطاع الثاني العقارات، السكن. اي السكن، يعني العقارات بشكل عام. نعم. أيضا استلم مبلغ لا بأس به، والمتبقي خلينا نقول متوزع على بقية القطاعات. وين الاستثمار في القطاع الأقل استثمارا؟ هو الزراعة مع الأسف. الزراعة حنجي عليها إذا سمح الوقت.